تصريحات نارية أدلى بها نجم الأهلي السابق مجدي عبد الغني ردا على مدير الكرة بالنادي سيد عبد الحفيظ. وقال مجدي عبد الغني في تصريحات عبر قناة الشمس، قال فيها الكتائب الإلكترونية بتحصل على المال ومعروف من مين اللي بيصرف عليهم وتذهب للمدرج من أجل سبي رغم إني رمز من رموز الأهلي. وأضاف أنا ابن السيد محمد عبد الغني يا سيد عبد الحفيظ، السيد عبد الغني اللي لما الناس بتعدي من قدام مكتبه بتقف انتباه، انا قلت لك انا ابن مين يا سيد، انت بقى ابن مين؟ وتابع مجدي عبد الغني في كل العالم قنوات الأندية بتقوم لأغراض كروية وتسويقية إلا قناة الأهلي قائمة لسب كل من ينتقد محمود الخطيب. وأكمل أنا كنت كابتن سيد عبد الحفيظ وهو يعتقد أنه صانع تاريخ الأهلي. وواصل كلامه وقال أنا مش بقف على باب النادي واتمحلس يا سيد عبد الحفيظ زيك، علشان كده أنا بره النادي وإنت مدير الكورة. وأضاف مجدي عبد الغني لازلت وحش وقادر على الرد، واندهش من عدم رد سيد عبد الحفيظ على عمرو أديب رغم هجوم الأخير الشديد عليه. وأنهى تصريحاته وقال لو خسر الأهلي الدوري هذا الموسم ستتم إقالة سيد عبد الحفيظ وسيفقد منصبه.